علينا أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا المسائية التي تحمل هذه الندر الأصايل في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى في ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نتابع هنا كل جديد وهذا المهرجان ونشاهد مقدمة شوطنا السابع في أيضا الأشواط المسائية. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط اللي هو الصمود هناك مع المركز الأول ومع المقدمة لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب أحد شبابنا المبدعين الذين تألقوا دائما وأبدا أيضا بهذا التضمير الرائع، ومن قدم لنا طشار أو هنا مشيرب من حطم التوقيت الزمني وسجل التوقيت الأفضل في هذا المساء. وشهدنا على مدار اليوم مع الأشواط هنا مشيرب هو صاحب الأفضل توقيت 5 دقائق و45 ثانية، هنا أيضا من سجل التوقيت الأفضل في أول الأشواط المسائية الصمود على المقدمة وأيضا بقيادة بن جرحب. المركز الثاني نتابع هناك اللي أيضا قطنا على المركز الثاني، نشاهدها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة من يتابعها. المركز الثالث في هذه اللحظات هناك اللي على ثالث المراكز، نتابع القدوم من رواسي لهجن أم الزبار وبقيادة بن برقان من يقدم لنا رواسي في هذا الشوط. ولكن شوفوا اللي تسللت الثريا، يا سلام يا ثريا قادمة بكل قوة لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري المحنك قادم ومقدم لنا في هذه اللحظات. المركز الخامس نشوف غنايم هجن أم الزبار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق من سجل نقطة الشوط الماضي، ولكن أرى القدوم من شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وتضمير حمد بن عمارة المري من يقدمها في خامس المراكز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصمود على المركز الأول، الصمود على المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هجن أم الزبار، وما شاء الله على هذا الأداء المتميز مع أحد أيضا نجومها، يا سلام يا سلام باندفاعتها مع 1200 متر الأخير واندفاعة قوية مع صمود تحمل هذا الشعار نارا على علم هجن أم الزبار. يا سلام من تستكشف الندر، من تستكشف الأصايل، ما شاء الله على هذه المؤسسة العملاقة. يا السلام يا السلام. هناك أيضا مشكورين أيضا يا صالح العيدة والمريخي، يا السلام من يتابعون ويقفون خلف هذا الشعار ونجاحاته. يا السلام. المركز الثاني نتابع القدوم من الثريا هجن أم الزبار المحنك المتابعة، لكن أرى القدوم هناك اللي وصلت اللي هي سبا لهجن البشاير وخليفة بن عبيد بن دغمال الوهيبي من يتابعها قادم في هذه اللحظات مندفعا مع هذا الشعار ومنطلقا مع هذا الأداء مع هجن البشاير. مرحبا بالشعارات القادمة هنا للمشاركة، أيضا وصول جديد هناك، نتابع القدوم هناك من مزين لهجن الزبار وبقيادة زيد بن محسن بن ديلة، لكن نعود إلى الصمود تقوم راس وتنتهي راس، ما شاء الله تبارك الله على أدائها. 10 على 10 يا الداب، 10 على 10 بهذا الأداء المتميز مع الصمود هجن أم الزبار حمد بن محمد بن جرحب المري من قادها إلى خط النهاية معلنة الفوز متكررة الإنجازات. يا السلام بهذا الفوز والانتصار. الصمود مرحبا بقدوم الصمود وتهنية على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على هذا الفوز. ساعة الوصول إلى خط النهاية تهانينا لهجن أم الزبار وأيضا بن جرحب المركز الثاني اللي هي مزين هنا في هذه اللحظات على المركز الثاني، هجن أم الزبار وزيد بن محسن بن ديلة المركز الثالث اللي هي غنايم لهجن أم الزبار وبقيادة صعاق علي بن سالم. المركز الرابع سبا لهجن البشاير وبقيادة خليفة
هجر البجالي خليفة بن عبيد بن دغمال الوهيبي المركز الخامس. المركز الخامس الثريا الهجن ام الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن سلامة. هنا الصمود والتوقيت الزمني ساعة الوصول 5:50 48 جزء من الثانية. تهانينا الهجن ام الزبار والتهنئة وصوله لحمد بن جرحب من قادها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت هنا اللي هي مزين اللي هجن ام الزبار 5:52 و64 جزء من الثانية. تهانينا لزيد بن ديلة من قادها هنا. المركز الثالث المركز الثالث غنايم هنا ايضا اللي هجنوا الزبار 5:52 72 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع.